هاي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 من امبارح. النهارده عندنا ايه؟ عندنا وصفه انا بعملها من زمان قوي قوي قوي، يعني مثلا من كام سنه، 16 سنه 17 سنه رقم، يعني فوجئت بالسنه دي، ال 10 سنه اللي انا بقوله لكم ده، فوجئت وانا بفكر هو انا بعمل الاكله دي بقالي قد ايه. وقت ما كنت مثلا بحاول اتعلم الطبيخ كنت بجرب حاجات كانت من اوائل انواع اللحوم المختلفه اللي عايزه اجربها، يعني معرفش جت معايا ازاي، وما كانش عندي ريسيبي معينه، حاجه معينه انا ماشيه عليها، خطوات شفت حد بيعملها، فوجئت بقى بعد كده ان هي بقى من انهي مطبخ عند مين، كانها كانت تجميعه حد بيحب الطبخ وعمل حاجة وطلعت حلوة، وهي طلعت حاجة في الآخر، يعني طلعت طبق بيتقدم تشاينيز يعني في المطبخ الصيني. بس التفاصيل اللي فيها لذيذة قوي وظريفة جدا، وأنا يعني كنت بعملها كده بالحظ وجات معايا تحفة، فعايزة بقى إيه أعملها معاكم النهاردة عشان أنا بحب الطبق ده قوي، ومن الأطباق المميزة جدا 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 عندي. وهقول لكم بعد كده بقى أضفت إيه لما فهمت الطبخة، يعني لما فهمت انا بعمل ايه اضفت ايه علشان اوديها صح للمطبخ بتاعها. يعني يلا بينا نبتدي. هنعمل لحمه تشاينيز، يعني ممكن تكون من المطبخ الصيني شويه، بس طعمها مش هتلاقوه زي الاكل الصيني قوي، يعني طعمها مقبول وظريف واكله لذيذه قوي، وفيها خضار وفيها كل حاجه، وطعمها مقبول جدا، لان انا عارفه ان في ناس كتيره جدا عندها مشكله مع الاكل الصيني، حسوا ان هو سويت اند ساور، يعني مسكر على مالح على حادق على اي حاجه، ما فيش الكلام ده خالص، هتلاقوا الاكله طبيعيه جدا، طعمها تحفه، فيها صوص خطير وحلو قوي، هتنبسطوا بيه قوي. يلا بينا نقول المقادير ونقول هنحتاج ايه. محتاجين كيلو لحمه فيليتو، بصل جوليان، جزر متقطع رفيع، كوسه متقطعه رفيع، فلفل الوان برضو، محتاجين توم وذره مسكره اللي هي الذره الحلوه او السويت كورن، 3 معالق كبيره صويا صوص، معلقتين كبار نشا، ملح وفلفل اسود. مش عارفه اذا كان الجنزبيل مكتوب ولا لا، او انا قريته ولا لا، بس متهيألي مش مكتوب، بس هي الوصفه فيها جنزبيل. هو فين الجنزبيل؟ هبتدي دلوقتي. ما فيهاش جنزبيل فرش؟ يا اوكي طيب، لو في يا ريت، انا فاكره ان انا قايله لا هو مش في الرز، هو عندي، هو هنا جه غلط. ماشي هنجيب دلوقتي حالا الجنزبيل، عشان هو ده اللي كنت بقول لكم عليه، اللي انا محتاجاه، اللي انا حطيته على الوصفه دي علشان اديها الطعم المظبوط. الصويا صوص امتى بتدينا الطعم؟ يعني في حاجات كده عايزه لها حاجتين ثلاثه يوضحوا طعمها. الصويا صوص عشان طعمها يبقى مظبوط قوي محتاجه توم وجنزبيل. توم وجنزبيل، يعني انا حتى علبه الصويا صوص في البيت عندي بحط لها جنزبيله فريش. تحفه، تكه حلوه قوي دي، خدوا بالكم منها، لو عندكم حطوا فيها جنزبيله فريش كده، علشان في اي وقت يبقى ما عندكيش جنزبيل يبقى الطعم اللي بقول لك عليه ده مظبوط. توم وجنزبيل وصويا، احنا كده خدنا الاكله لمكانها المظبوط والتيست بتاعها المظبوط. نسيت اقول لكم ان احنا مستنيين تليفوناتكم على 1710 من اي موبايل و0900 9710. يلا بينا. زيت او زبده زي ما تحبوا. طبعا اخواتنا الصينيين بيستخدموا زيت السمسم، احنا مش فارق معانا خالص، ما بنبقاش عندنا، لو عندكم حابين تستخدموه اوكي، مش حابين ما فيش مشكله. اللحمه اللي انا استخدمتها هنا فيليتو، ليه اشمعنى الفيليتو وايه هو عرق الفيليتو؟ عرق الفيليتو ده اللي بنجيبه ملفوف بالستراتش، وبيبقى زي ما احنا شايفين كده اهو، دي شكلها، دي القطعه، انا قطعتها بقى شرايح. ليه مستخدمه الفيليتو؟ علشان هو اسرع حاجه في اللحمه البلدي بتستوي، انا مش عايزه لحمه تاخد وقت. اوكي يلا بينا. معانا اماني. الو يا اماني، ازيك؟ ازيك، عامله ايه؟
الحمد لله. والله بحبك قوي يا شيخ. وانا كمان يا حبيبتي بحبك قوي. الحمد لله. والله تمام، بحبك قوي والله. تسلمي يا كان نفسي حبيبه اول مره قلبي. اتواصل معاكي، انا مبسوطه قوي والله. ميرسي يا حبيبتي، نورتيني باتصالك. اهلا وسهلا. قولي ربنا لي عندك يخليكي يا اي رب. سؤال؟ انا عاوزه طريقه عمل الحواوشي. من عيني. حاضر. وعاوزه طريقه عمل العيش الفينو عشان بقى المدارس انت عارفه. حاضر يا حبيبتي، كل سنه وانت طيب. وانت طيبه يا روحي. حاضر يا حبيبتي، من عيني. طيب تعالوا نقطع القطعه دي كمان ونسيب كده اللحمه شويه تاخد تسخينه كده وتبتدي تتشوح. فكنت بقول لكم ان الفليتو هو اسرع قطعه لحمه بتتشوح معانا في اللحمه البلدي، عشان احنا اللحمه البلدي بتاعتنا يعني احلى طعم في الدنيا. اللحمه البلدي احلى طعم لحمه، مهما تذوقوا مهما تعدوا على اصناف غاليه جدا، اللحمه البلدي لا يعلى عليها. فلما بنبقى عايزين حته فيليه حلوه يا دوبك تتشوح كده تشويحه لذيذه كده، بس كده عارفين الستيك ده بس دقيقة ودقيقة دقيقتين ودقيقتين على كل وش وتاكلوا أحلى حتة لحمة. بيبقى هنا بقى ده اللي فيه الميكس بتاع الطراوة وطعم اللحمة البلدي اللي هي طرية، ما خدتش بقى السوى اللي هي يعني مش حتة من الكولاطة ولا حتة سن ولا حتة ناشفة ولا فيها دهون ولا معرقة ولا رخامية ولا أي حاجة، حتة فيليه جبارة. شكرا يا فندم. معانا مها. يا مها ازيك؟ حبيبتي عامله ايه؟ منوره الشاشه يا حبيبه قلبي. تسلم يا رب. عارفاني مها اسكندريه، معاكي على صديقتك على الانستجرام. حبيبه قلبي منوراني. حبيبتي اهلا وسهلا يا ميهو، ازيك؟ حبيبتي وانت عامله ايه؟ كويسه؟ انا الحمد لله كويسه. انا اول مره اكلمك على الهواء، زي العشاء. ربنا يسعدك. ربنا يخليك يا مها، تسلمي لي والله. جميله كتير حبيبتي. انت الانستجرام دول انتوا عيلتي كده، بحس لما بتقولوا لي ان احنا جايين لك من على الانستجرام بحس ان انا يعني في منتهى السعاده، لان أيوة مش احنا مش غرب كده لوحدنا. بيج فاميلي يا حبيبه قلبي، ربنا يخليكوا ليا. مبروك على الديكور الجميل كتير. ربنا يخليكي، ربنا يسعدك يا ميه وتسلمي لي حبيبتي. اللحمه بقى وهي بتتشوح كده هنعمل ايه؟ هنحط لها شويه فلفل اسود. تمام. عايزين تحطوا حته زبده، اهلا وسهلا. مش عايزين، مفيش مشكله. كل الحاجات اللي احنا قلناها دي، كل القصص دي كلها مش هنشتغل بيها دلوقتي، على بس متتشوح شويه. عايزه هنعمل رز كمان شويه، يعني نطلع لما نطلع فاصل ونرجع هنكمل يعني بقيه الرز. بس عايزه اقول لكم على تكه ظريفه جدا في الرز البسمتي. اولا الرز البسمتي علشان يبقى مظبوط بيبتدي من وانا بشتري انهي نوع، فمش كل الانواع حلوه. في انواع بشعه بشعه، تبقي عملتي كل حاجه وهي المشكله في النوع. فاحنا هنا مستخدمين نوع كويس، فاهم حاجه واحنا بنشتري من السوبر ماركت ننقي نوع كويس. مش هقدر اقول اسماء، مش هينفع اقول اسماء، فانتوا شغلوا مخكم. في حاجات كتيره كويسه. بعد ما اشترينا النوع كويس هنعمل ايه؟ عندنا طريقتين. الطريقه اللي انا عملتها مليون مره، عملتها 3 4 مرات تقريبا، وهي سلق الرز زي المكرونه. راجعوا بقى كل حلقات سر الصنعه اللي فيها طريقه عمل الرز البسمتي. كان في مره عملت في حلقه 3 انواع علشان اوريكم ازاي نتعامل معاه، وعملته بكذا طريقه. رز بسمتي سر الصنعه على يوتيوب، صفحه بانوراما فود. والطريقة التانية اللي أنا برضو بحبها قوي هي النقع. نديله بقى نقعة قد إيه؟ أنا ما بنقعش أكتر من 10 دقايق. هو ممكن يستحمل نقعة قد إيه؟ يستحمل نقع لمدة نص ساعة الماكسيمم. كبيرك نص ساعة. هنحط له شوية مية دافية، مية سخنة عشان أدفي المية. يعني أنا المية اللي بحطها بتبقى مية دافية سنة. هنحط إيه كمان؟ هنحط معلقتين خل. معلقتين الخل دول بيخلوا الرز مفلفل ابيض ناصع البياض. لو احنا النهارده مستخدمين الرزايه اللي شويه مديه على ذهبي، الرز
البسمتي الابيض اللي هو الحبايه الطويله، هايل ننقي دايما الحبايه الطويله. النوع اللي احنا مستخدمينه النهارده ده اللي هو الاصفر، فمش هيخليه ناصع البياض قوي بس هيساعدنا في التسويه. كده كده الرز البسمتي بياخد قد ايه ميه؟ كوبايه الرز البسمتي بتاخد حوالي كوبايتين ميه، ضعف الكميه. لما بننقع بنقلل ربع كوبايه، يعني كانه استوى شويه. اوكي، فهنسيبه بقى كده منقوع لحد ما نرجع نعمل الرز ونشوف اللحمه اخبارها ايه. الخطوات اللي جايه هو ايه اللي هينزل؟ هننزل البصل اول حاجه، ده اول حاجه بتنزل، الثوم والجنزبيل اللي بعده، وبعدين الخضار بيبقى اخر حاجه. معانا ايه؟ يا ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. ازيك يا شيخ؟ اهلا وسهلا، ازيك انت عامله ايه؟ عامله ايه؟ انا كويسه الحمد لله. وحشاني والله، بحبك قوي. يا حبيبتي وانا كمان بحبك قوي، ربنا يخليكي. تسلمي يا رب. الله يخليك. انا عاوزه طريقه عمل الجيلي بالفواكه. جيلي بالفاكهه؟ ايوه. حاضر، من عينيا. حاضر. طيب تحبوا نطلع فاصل؟ يلا نطلع فاصل ونرجع تاني، ما تروحوش في اي حته. رجعنا من الفاصل، بنعمل ايه بقى؟ بنقلب اللحمه اوكي عشان نشوحها. الفليتو التشويحه دي بتسويه مش زي بقيه اللحمه خالص، يعني مثلا قطعيات كتيره قوي بتبقى اللي هي مقطعينها شاورما، دي ما تشتروهاش خالص، دي ما بتستويش، ما بتبقاش شاورما. كل الناس اللي مقطعه، اي جزار مقطع شاورما قولي له لا قطع لي من الحته الفلانيه او من الحته دي او من الحته دي، لانه اللي بيبقى مقطعها بتبقى بتشد جدا. فالفليتو ممكن يبقى شاورما، ممكن من السن يبقى شاورما هايله. فانا هنا مش عايزه احط ميه، مش عايزه احط اي ميه للتسويه، انا عايزه بس التشويح. يعني ما فيش مرحله ان انا احط بقى بق ميه ولا بقين ميه كده علشان تستوي، لا مش هبقى عايزه كده، انا عايزاها تستوي كده بالتشويح. تعالوا نعمل الرز واحنا بنشوح هنا عشان الرز يلحق يستوي. حط زيت على سمنه، الرز البسمتي بيحب السمنه، لو ما حطيتوش سمنه كتير او معلقتين سمنه حلوين هتحسوا ان هو لا ناقصه حاجه، بينشف. نحط السمن على ما تسخن ونصفي، هحط هنا كمان البصل. ادي السمنة اهي. يلا لما نوصل بقى للمرحلة دي كده نقوم نازلين بالبصل. حاضر كده تمام ولا اشيلها خالص؟ أوكي. حطينا البصل بالشكل ده، نرجع تاني للرز ونعمل كده، نصفيه خالص من المية. الحمد لله. نعم نعم يا فندم. بسألوني في الكنترول عاملة ايه؟ عاملة رز. معانا ليلي. ها
هاي 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 حبيبتي، عاملة ايه؟ الحمد لله. عاملة ايه؟ الحمد لله منورة يا شيف ميرسي دعاء. يا حبيبتي، ده نورك ونور عينيكي، انت اللي منورانا. ميرسي يا حبيبتي، والحمد لله بالسلامة، ومبروك على المطبخ تاني مرة، الله يسلمك المطبخ ويسعدك. الجديد الجميل ده. ميرسي ميرسي، ربنا يخليكي. يا رب يكون عجبكم، يا رب تكون الحلقات بتعجبكم كلهم. والاداء ايوه صح، كله كلهم كله. المطابخ بصراحه احسن من بعض وشيك جدا. طب لو الحمد عايزه لله. انا حاجه يا شيف دعاء، ايه يا يعني انا حبيبتي؟ عايزه مطبخ، يعني ممكن مثلا كنترول يدوني مثلا المكان طبعا طبعا كده، طبعا، المكان يساعدوكي بكام حالا بالتونه. ويقولوا لك على كل اللي انت عايزاه. طبعا يا حبيبتي، اي حاجه فيهم يعني. طبعا يا حبيبتي، ارجعي للكنترول وهم يقولوا لك اللي انت عاوزاه كله. ميرسي يا حبيبتي، وربنا يجعله ومن نجاح لنجاح ميرسي يا حبيبتي، ربنا وتفوق يخليك يا حبيبتي، رب. ربنا معاك. بس شفت دعاء، انا قايله لك ليا كذا مره على الساور كريم الحادق. الساور كريم الحادق عايزانا نعمله صح؟ او عايزه طريقته. نعمله. حاضر حاضر حاضر، هعمله من عينيا. البوتاجاز، البوتاجاز. انا حطيت الغطا على حاجه وهو هيفصل دلوقتي او فصل اوريدي، كانوا حالا كنت لسه باخد الحصه. مفيش اي حاجه خالص. هنستعين بصديق. يلا نلم بس احنا الحاجات دي على ما ايه نشغل البوتاجاز تاني. معلش انا اسف. المشكله في المشكله فيا. يلا تمام، هقلب الرز كده تقلبتين مع السمنه، هحط الملح. الرز البسمتي يستحسن ان احنا ما نقلبوش كتير، خصوصا لو كان منقوع علشان ما يتكسرش. احنا الرز المصري متعودين على موضوع التقليب فيه، وبنقول ان الرزايه تبقى ايه سخنت كده وكله تمام، هتلاقوها بقت مفلفله معانا وكله تمام. ده هياخد تقلبتين تلاته كده، نطمن ان كله الى حد ما سخن، شرب من السمنه والملح وكله تمام. هقوم نازله عليه بالميه المغليه كده. زي ما قلت لكم المعيار كوبايتين الرز البسمتي عليهم كوبايه الرز البسمتي عليهم كوبايتين ميه. كده تمام. ممكن نديله رشه فلفل اسود بسيطه كده على الوش، ونغطي، واول ما يبتدي يتشرب هنتعامل معاه عادي ونوطي النار. طيب نيجي هنا بقى، البصل اهو كده تمام. هننزل بالذره. الاكله دي ملونه ولذيذه قوي، والولاد بتحبها علشان ملونه وفيها خضار، وطعم الصوص اللي هنعمله فيها هيبقى مدي الخضار طعم حلو قوي قوي قوي، ومش هيحسسهم ان هم بياكلوا خضار ولا حاجه. فلا لذيذه، هتعجبكم قوي. بس اهم حاجه ان احنا زي ما بقول لكم نستخدم نوع لحمه بيستوي بسرعه. طيب احنا مش هنشتري عرق فليتو، ومش عايزين نجيب عرق فليتو، نعمل ايه؟ هنستخدم اللحمه ايا كان، شرايح بفتيك، لحمة خضار قطعتيها، لحمة شاورما، اوكي. بس هنبتدي بقى نسوي اللحمة الاول بالطريقة الطبيعية، اللي هي قبل ما نحط البصل
نبقى سويناها بحبه ميه في حبه ميه بحبه ميه في حبه ميه، كلهم مغليين لحد ما اطمن ان اللحمه استوت، ابتدي احط الخضار. يعني هي مش هينفع نتعامل معاها بلحمه مش مستويه، اللحمه هتتشوح تتشوح تتشوح، تستوي بحبه ميه صغيرين في حبه ميه صغيرين، ابتدي اتعامل معاها كده. اللحمه الوحيده اللي انا مش هعمل معاها كده هي الفليتو اللي انا استخدمتها النهارده كده. نبص على الرز، نرجع تاني نحط ال ايه، نحط ايه، نحط الثوم والجنزبيل، ومعانا الحاجه عزيزه. يا اهلا السلام وسهلا. عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا دكر يا قمر يا بونبونيه القناه، شكرا 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 يا جميله. انا شكراً. اول مره اتكلم. ميرسي. بونبونيه جميله وحلوه واموره. لا ربنا لا يحسن ما بين ايديك يا رب كده، ويجعلك دايما جميله وحلوه يا بنتي. ربنا يخليكي ليا والله، ميرسي قوي. ايه الكلام الحلو ده؟ دايما تكبري بخاطر الناس الكبيره اللي زينا كده. لا ما انتوا مش ناس كبيره، انتوا لا والله كبيره. لا ستين. لا 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 بصي انا سامعه الصوت اهو. لا سكر انت، سكر انت، سكر. تسلمي لي يا رب، ربنا يخليكي. طيب الصوت معلش، الصوت انما الشكل بقى. لا لا والروح. ربنا يكرمك يا حبيبتي ويحسن ما بين ايديك يا رب يا حبيبتي. شكرا. والبتاع الديكور الجديد ده جميل قوي قوي ولايق عليكي. شكرا. وانتي منوره وجميله. ميرسي 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 ميرسي، شكرا ويا رب جدا. يا رب نشوفك كل يوم بخير وبصحه كده، وتفرحي باولادك يا بنتي يا رب، ويجعلك دايما من ناجحين يا رب في جنب. يا رب يا رب. ميرسي قوي. انا كده خلاص يا جماعه، مش عايزه حاجه بقى، مش عايزه حاجه النهارده. خلاص كده بعد الدلع ده كله خلاص. تسلموا يا رب، ربنا يجبر بخاطركم كده زي ما بتجبروا بخاطري وبتبسطوني وبتسعدوني، يسعدكم يا رب. حطيت البصل وحطيت الثوم وحطيت السويت كورن، وهنحط الجنزبيل واحدة واحدة، إضافة النكهات علشان تفضل النكهة موجودة، أحس بطعمها وانا باكل. مش كل حاجه بتتحط مره واحده. البصل مسموح له ان هو يدوب فحطيته في الاول، انا عايزاه يدوب مش عايزاه باين قوي. الكورن مش هيدوب مش هيحصل له حاجه. الثوم والجنزبيل انا محتاجه اضافتهم في الوقت ده فتمام. هنزل بايه بعد كده؟ هنزل بالخضار اللي ممكن يكون برضو يستحمل، الجزر. خدوا بالكوا لو الخضار ده داب هتبقى الاكله ملهاش طعم، فاحنا مش عايزين ندوب الخضار على قد ما نقدر، مش عايزينه يدوب، عايزينه يفضل فريش كده وطعمه بيقرش، والقرشه دي اهم حاجه. عايزين نبص على الرز علشان عايزين نهدي النار عليه شويه، احنا ممكن نيجي دي هنا ودي هنا كده، دي هاديه وناخد دي هنا على نار عاليه عشان البوتاجاز ليه ثلاث تكات وثلاث دقات وحاجات كده، احنا عايزين ايه نفهمها. يلا اهو مناديل كده. لا انا ممكن اشيل مناديل خالص. حاضر. المناديل عامله مشاكل. يلا الاضافه اللي بعدها الفلفل والكوسه مع بعض. التقطيعات مهمه، اهم حاجه مش شرط تكونوا عاملين تقطيعات اللي احنا عاملينها، اعملوا التقطيعه اللي تناسبكم، بس اهم حاجه ان كله يبقى نفس المقاس ونفس الشكل ايا كان، مدور مربع صغير كبير وات ايفر انتوا بتعملوا ايه، الخضار يبقى كله قد بعض ونفس الحجم في كل التفاصيل عشان ياخد كله نفس التسويه. اوكي هقلب شويتين حلوين كده، تشويحه لذيذه. نشيل الرز من هنا ونرجع له تاني دلوقتي. طيب انا لسه عايزه تقلبتين وهعمل الصوص، ممكن نطلع فاصل
ونرجع تاني؟ يلا بينا، هنطلع فاصل جري وهنرجع تاني، ما تروحوش في اي حته. رجعنا، يلا هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنا احنا زي ما احنا هنعمل كراب علشان تعرفوا ان احنا اللي بيطلب مننا بنعمله على طول. كل مره بتطلبوا حاجه ببقى بفكر الاسبوع اللي جاي ولا اللي بعده، فطلباتكم والله كل تليفون وكل حد بيطلب حاجه بنحطها كده وبنتكلم فيها كتير قوي انا وهاله. طيب عندنا ايه بقى دلوقتي هنعمله؟ عندنا الكراب، محتاجين كوبايه دقيق، كوبايه حليب، 2 معلقه كبيره زيت، معلقتين صغيرين فانيليا، وعدد 2 بيضه. اوكي نشوف هنا ايه الاخبار. كده تمام جدا زي الفل. عايزه اعمل حاجه لطيفه. اوكي يلا، عايزين اخد الكوبايه دي كده واوريكم هنعمل الصوص ازاي. الصوص محتاج صويا صوص، بستخدم الدارك اللي هي الغامقه دايما، هحط عليها نشا، معلقتين، معلقتين ونص، كده اهو، نعمل خليط كده على ميه ساقعه، انا عايزه اوريهم اللون ازاي كده، صح اللون كده باين. اوكي هيبقى لونه عامل زي لون القهوه باللبن، شاي باللبن غامق، ما انا ما ينفعش بقى نقول كده. ماشي تمام، يلا اهو ادي اللون. هنروح بقى دلوقتي ونحط الصوص كده. ايوه بالظبط، هنحط كمان ميه. حاضر اهو ادي الميه. انا الصوص ما حطيتوش مره واحده، مش كله، حطيت شويه وبعديه حطيت شويه كمان لسه، لكن لسه عندي تاني. لو عايزه اتقله بقى في اي وقت هحط وازود من الصوص اللي بيتقل. طيب هنا ناقصه ايه؟ خدوا بالكم الصويا صوص مملحه فما بنحطش ملح كتير، هو بس ناقصه شويه ملح، وهناخد بالنا ما نحطش ملح زياده. نسيبها بقى شويه كده ونروح نضرب الكراب في الخلاط تكون هي ايه بكبكت. يلا بينا، هنحط كل حاجه على بعضها، هو ده الكراب في الاخر، يا بيحتاج معلقه دقيق يا بيحتاج حبه لبن على حسب القوام اللي بيطلع. ليه؟ علشان الدقيق من نوع لنوع بيختلف، من ايه تاني، من زرعه لزرعه بيختلف، يعني ممكن نفس النوع بس المره دي الكيس ده كان ما بياخدش سوائل كتير، كمان شهر بياخد سوائل اكتر زرعه. ف هنجرب بعدين اذا كنا محتاجين حاجه ازيد ولا لا. ومعانا تليفون يا فاطمه، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا اهلا وسهلا. ازيك يا طنط؟ اهلا وسهلا. بعد اذنك عايزين نسالك، هو ازاي نعمل خلطه الاندومي عندنا في البيت عشان تبقى صحيه؟ الخلطه بس؟ الخلطه، احطها على مكرونه على رز؟
حاضر. هقول لك سريعا انا بعمل ايه في الحاله اللي زي كده. لو مش بنستخدم الباودر اللي بيجي معاها بعمل ايه؟ باخد شويه زيت وشويه صويا صوص وبصل وشويه خضار زي اللي احنا مقطعينه كده وكرات وتوم، واقوم حاطه الصويا صوص على الخلطه دي، جنزبيل، فلفل حامي، اعمل خلطه صيني كده. اهمها انه يبقى فيها صويا صوص عشان طعم الصويا هو اللي بيدينا الطعم الحلو. واعمل الخلطه دي واحط عليها شويه من سلق، ميه السلق بتاعه النودلز تعمل لك الصوص. بس تقومي حاطه فيها انت النودلز بتاعتك من غير ما تستخدمي الباودر خالص. ممكن بقى تحطي جنزبيل، ثوم، فلفل الوان، كرات، فلفل حامي، ملح وفلفل طبعا، حطي معلقه سكر، عندك الصوصات اللي بتبقى موجوده تشيلي صوص والحاجات دي، ممكن معلقه كاتشب، ممكن اعملي الصوص من الحاجات اللي موجوده في البيت. بس كده تسلقي الاندومي، تحطي الميه بتاعتها كده، معلقه كده من الميه، وتقومي مقلباها وتبقى زي الفل. طيب احنا كده كمان الصوص بتاعنا تمام، عايزه بس ادوقه. الله، حلو قوي. مفيش حد ده اكله طبعا وقال وحش قوي، بس هو بجد حلو. طيب اعمل ايه؟ يعني الواحد بيشكر، بس يعني حلو يا جماعه، والله حلو قوي قوي كمان. مش عايزه الالوان تروح، مش عايزه الغاليه بزياده قوي تضيع لي شكل الالوان ويبقى الخضار مهري وبتاع. احنا كده زي الفل وتمام جدا. خلينا بقى نحطه على جنب لحد ما نقدمه، ونروح نكمل ونضرب الكريب. نحط الزيت. معانا ادم. يا ادم ازيك؟ الحمد لله. اهلا اهلا، عامل ايه؟ الحمد لله. تستاهل الحمد. عايزين نسال على طريقه سنجح. عايزين نعملها وتنجح على طول. هي ايه دي؟ اتنين بالعسل. ايه؟ اتنين بالعسل. كيكة العسل صح؟ كيكة العسل. ترند 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 العسل؟ ترند العسل. ترند، هو عايز الترند صح؟ اللي هو جيل العسل. اللي هو جيل العسل يعني. هو مش جيلي الحلويات دي؟ الحلويات اللي بيكسروها؟ صح؟ اللي بيكسروها اللي على شكل نجمه؟ هو عسل بيجمدوه كده بيقعدوا مع جيلاتي؟ لا مش شكل النجمه. امال شكل ايه؟ يعني هو بنحطه في ازازه. ترند العسل بنحطه في ازازه؟ طيب خلاص انا هيقولوا لي وانا حاضر حاضر. اوكي طب خلوني اراجعه واشوف انا ولادي برضو شويه مع موضوع الترند ده، اسالهم انا موضوع الترند ده ايه، وارجع لك بكره بالقصه كلها من عينيا. نسال حسن وحسين على موضوع الترند وارجع لك على طول. يلا بينا. تمام، هبص عليه بس بصة عشان انا حاسه ان هو خفيف سنه، ممكن يكون محتاج معلقه دقيق كمان. محتاج معلقه بس، معلقه واحده. انا عندي الدقيق بتاعي، انا عندي دقيقي. شكرا. عايزين بس دايما نظبط القوام. معلقتين الزيت اللي حطيناهم مهمين جدا، اللي جوه العجينه.
تمام. احنا مش هنعمل كتير، احنا يعني عاملين نسخة، عايزة بس اوريك واحدة وخلاص. ايه نكسب وقت. طاسة سخنة هنحط زيت كده نقطتين، وبالمنديل بتاع المطبخ، مناديل المطبخ، نمسح الزيت كده من كل النواحي. اهو انا بجري منكم، انا اسف. حاضر حاضر، اهو كده تمام. ادي مسحت الزيت بالشكل ده، تمام. يلا نجيب بقى الكراب، العجينه، طاسه سخنه، وننزل كده. يلا، ما هو انا لازم اتحرك، انا لازم اروح لازم اروح عند النار، الطاسه تبرد. معانا رفايده. يا رفايده ازيك؟ اهلا. ممكن عايزه اعرف طريقه الفينو. الفينو؟ حاضر حاضر. عندك قد ايه رفايده؟ انا عندي 20 سنه. 20 سنه؟ ده بجد؟ صوتك صغير قوي رفايده، دي حقيقه؟ لا انا عايزه رفايده تكلمني تاني، مش اتصلوا برفايده. معانا ساره من اسكندريه. يلا ماشي، حلو قوي، يا ريت. الو 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 الو. اهلا وسهلا. انا كنت في عايزه اقول هو ايه ترند العسل. يا ريت يا ريت قولنا. يلا، هو ترند العسل جايبينه على اليوتيوب، بيجيبوا ازازه فاضيه وبيملوها عسل وبيلونوها ويحطوا عليه طعم وبيدخلوه يتجمد في الفريزر، وبعدين لمده 3 ساعات. اوكي. وبعدين بيطلعوه ويتاكل، يبقى زي الجيلي الجيلي كده. اوكي، طب كويس قوي والله، افدتينا، شكرا جدا، ربنا يخليكي. ميرسي، تسلمي يا حبيبتي. ايوه. انا شايفه خبرات ما شاء الله. يلا كده تمام. انتوا بتجروا بقى يا عيني وانا بعمل كده، انا اسفه، بس انا اندمجت مع الطاسه يا جماعه. انتوا خليكم معايا يعني. كده ايه؟ كده ايه الاخبار؟ شايفيننا؟ تمام. ادي الكراب بطريقه سهله ولطيفه وظريفه. عايزه اعمل واحده كمان، اخر واحده. يلا، الطاسه بس ما ينفعش تبقى سخنه قوي، فخدوا بالكم انا بحاول. بصوا بتحرك بالطاسه بتاعتي ازاي، عشان مش عايزاها تسخن بزياده. نقطتين زيت والمنديل بتاع المطبخ، نمسح كده وناخد الكراب من هنا كده، نحط وننزل على طول على طول على طول على طول. ايوه كده، بس لحد ما يبقى لزق في الطاسه بالشكل ده. دي اخر واحده، وبعد كده بقى ايه، نعمل الحشوه سريعه. هنبص على الرز حالا، بس انا عشان ايه. يلا بينا. ايوه كده، نحاول نرفع الكريبايه على قد ما نقدر. الكراب غير البانكيكس، البانكيكس شويه فلافي زي ما عملناها كده، بنعملها دايما بحاجات تخليها ترتفع، زي الزبادي، زي البيكنج باودر، البيكنج صودا، الحاجات اللي بتخليها ترتفع. كيك، بان كيك، بان كيك، بان كيك يعني كيكه في الطاسه شويه سميكه. هنا كراب رفيع.
طب ما نعمل اخر واحده. عايزين نطلع فاصل ولا حاجه؟ لا. اوكي معانا تليفون. يلا ياسمين. الو. الو. هاي ياسمين ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. انت اللي عامله ايه؟ عامله ايه؟ انا كويسه الحمد لله. انت كويسه؟ كويسه الحمد لله. الحمد لله يا حبيبتي، تستاهلي الحمد. انا عايزه اعرف بس طريقه انا عايزه اعرف بس طريقه عجينه البيتزا بتتعمل ازاي. طريقه عجينه البيتزا؟ حاضر حاضر يا حبيبتي. تمام خلصنا. نبص على الرز. حاضر. الرز لما طلعنا فاصل ورجعنا انتوا رجعتوه لقيته كده ايه متغطي بالفوطه دي. الكمره دي لازم يبقى مكمور كده كويس قوي، سواء بورق فويل بفوطه. انا بحب الفوطه البيضه بتاعتي بتاعت الرز دي مهمه جدا، خصوصا خصوصا في الرز البسمتي. فتعالوا نبص كده نشوف ايه الاخبار. انا بحب البخار اول ما يطلع كده وتلاقوه من جوه، بصوا ابتدى يبقى فيه ايه ثقوب زي ما احنا شايفين كده، نبقى احنا ماشيين تمام الحمد لله. بصوا حبايبي الرز رزايه برزايتها، جميل مفلفل مش معجن مظبوط، اخد تغطيه حلوه. الكاميرا دي جميله عشان ما يطلعش معجن وماسك كله في بعضه وبعدين بترجعوا تشتكوا ان هو معجن. الميه تظبط، شويه من النقع برضو بيظبط. ان احنا نقفله كده ونكمره كويس قوي كده بالفوطه خليه لكم زي الفل. نطلع فاصل ونرجع جري، ما تروحوش في اي حته. رجعنا من الفاصل واحنا لسه بنكمل الكراب، بس كنت بغلي ده علشان اسخنه عشان واحنا بنقدمه يبقى سخن كده وجميل. وعايزه كمان اشيل الجارنش ده اللي هنجرنش بيه، نحطه في طبق كده على جنب. ده فلفل احمر على شويه من حاجه اسمها ليمون جراس. اعملوا نفسكم ما سمعتونيش. الليمون جراس موجود على فكره في السوبر ماركت، بس هو طعمه ليمون كده اللي هي عشبه الليمون. موجوده اوكي، مش موجوده ممكن نجرنش باي حاجه بقى على الوش، بصل اخضر، كرات، بقدونس، كزبره، ما نجرنش خالص، فلفل احمر اخضر بس. خلي الجرنش على جنب. مفيش حاجه اسمها ليمون جراس. يلا احنا كده خلاص عملنا الكراب، يعني يا دوب هنقدمه. خلوني اوريكم هنعمل ايه عشان نحشي. هنحشي ايه؟ هنحشي موز وشوكولاته، في احلى من كده؟ الشتا بقى والكراب ده بالليل اختراع. مشكله مشكله الشتا مشكله. خلونا ايه نقطعه بس حته صغنونه كده، وبعدين عايزين ايه امشي دي انا ابقى مندمجه ويقعدوا يقولوا لي اشتري وحطي. ماشي يلا هنحط موز كده. صوصات بقى، صوص شوكولا، كراميل، اي حاجه. نعمل كده نعمل كده. في كمان وايت شوكليت. فين المقص؟ معانا روفان. ايوه روفان. هاي روفان ازيك؟ كويس الحمد لله. الحمد لله يا حبيبتي. تمام الحمد لله. اخبار قولي لي انت ايه اخبارك؟ تمام الحمد لله. تمام
تمام يا حبيبتي. قولي لي عايزه اي سؤال؟ احسن ناس في الدنيا. الله يخليك يا رب. سلام يا حبيبتي. عايزه اعرف طريقه الفراخ المحشي. طريقه الايه؟ الفراخ المحشيه؟ حاضر. يلا بينا. نقدمه فين بقى؟ فين 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 الطبق؟ تعالوا نحطه هنا كده. عايزين نبين بس الموز. معلش معلش. ما انا بقى هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ يلا. هو الكريب بالموز. يلا بينا. دي الصغنن ده كمان ممكن خلينا نعمل واحده كمان كبيره. دي مقطوعه، لا دي وحشه. خلاص خلصنا اهو، خلصنا. حاضر نحط كده. وشوية صوصات. وحركات. ونقفل كده. قفلنا غلط. ماشي. الموز معانا نادية. يا نادية ازيك؟ ازيك؟ اهلا وسهلا. اخبارك؟ انا الحمد لله بخير، انت اخبارك ايه؟ انا كويسة. انا حبيت بس اسلم عليك واقولك انك النهاردة من ورا الشاشة. حبيبة قلبي ده نور عينيكي، تسلميلي يا رب. متابعينا؟ انا اكتر واحده بحبك وبتابعك على الانستجرام. بجد يا ناديه؟ ربنا يخليكي. ايوه انا ناديه اللي من الغردقه. اه يا حبيبتي اهلا وسهلا، اهلا بيكي، منوره الدنيا، منوره الانستجرام ومنوره التليفون النهارده حبيبه قلبي. انا مبسوطه فيكي قوي، وبصراحه يعني انا وماما دلوقتي بنتفرج عليكي ويعطيكي العافيه. انت من الاردن يا ناديه صح؟ ايوه صح، من الاردن صح، صح كده. تحيه صح كبيره كده جدا لاهلنا في الاردن. سلامي سلامي لاهل الاردن حبايبي، ربنا يخليكي. ميرسي حبيبه قلبي. منوره. سلامي لماما. نجاح لنجاح يا رب. سلامي لماما والبابا والاهل كلهم يا حبيبه قلبي. الله يسلمك حياتي. الله يسلمك، نورتي وشرفتي. ميرسي. انا ما بحبش اللخبطه كتير في الاطباق، بس ايه اعمل لكم الحركات اللي انتوا بتحبوها دي. بس كده كفايه. ادي الكراب خلصناه، نلم اشيائنا وحركاتنا. نقدم بقى الرز، ونقدم كل الاكل بتاع النهارده. اكلنا الحمد لله جميل ولطيف ودمه خفيف قوي، وغدوه حلوه قوي فيها خضار، فهتنبسطوا بيها جدا لو جربتوها وعملتوها. زي ما بقول لكم الطبق ده انا يعني بعمله من وانا صغيره، ولا كنت اعرف بقى ان هو كان ليه اصول، وطبعا ليه اسماء كتيره قوي. بيتقدم بقى بيف ترياكي، بيتقدم بيف بالصويا صوص، بيتقدم يعني باسماء كتيره جدا في المطاعم الصينيه. بس في الاول وفي الاخر انا عملته
حس الطبخ اللي عندي يعني. يلا بينا ناخد بقى الأكلة بتاعتنا الحلوة دي، ننزلها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا أحمد. يا أحمد أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك والله. أهلا بيك. شرفانا والله. شكرا، ألف شكر، الشرف كله ليا. اتفضل، أنا سامعاك، اتفضل. بعد إذنك ممكن عايز أعرف بدأت إزاي كريب الشوكولاتة واللي هو الكراميل. الكريب إحنا لسه عاملينه حالا، هنزل لك المقادير ولو ما اتفرجتش على الفقرة تقدر تشوفها على اليوتيوب أو على الفيسبوك على صفحة بانوراما فود. يلا. والإعادة بالليل، الإعادة الساعة كام؟ الساعة تقريبا واحدة صح؟ يلا نجرنش بشوية أي حاجة خضرة كده صغنونة. واحدة بالليل وتسعة الصبح. كان عندي حبة البركة هنا يا هالة، حد دخلها لي أو حبة البركة اللي كنت جايباها فينها؟ لا مش لاقياها. اه بليز، القليل من الفلفل الاخضر كده او الاحمر. لا انا مش لاقيه، ثانيه. لا لا هنا ما فيش خالص. اه اعتقد دخلت. انا خلاص انا جيت، انا جيت. ادي الليمون جراس اللي حطيناه اللي هو بداله بيبقى اي حاجه تانية. يلا نحط الطبق هنا. وعايزين الرز. يلا بينا ناخد كده السيرفيس ونفتح على الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزة معلقة بس. بصوا الرز حلو ازاي ما شاء الله، يجنن ناصع البياض. بس احنا مستخدمين النهارده رز الى حد ما ذهبي شويه، لما بيبقى الرزايه البيضة مش الذهبي بيطلع ابيض من معلقتين الخل. بس ريحته جميله من ريحه السمنه مع الرز، بتدي ريحة يتاكل حاف من غير ولا اي حاجة. نحط بقى اي جرنش كده عليه. هنحط برضو من الحاجات اللي حطيناها عشان نلونه، بصل اخضر، فلفل حامي، احمر، يدينا بس ايه درجات الالوان. عندنا كمان شوية من حبة البركة، وحبة البركة هنا أنا بستخدمها بدل السمسم الأسود اللي هما بيستخدموه في الصينيين، يعني مش دايما موجود، وحبة البركة أصلا طعمها أحلى وأفيد وريحتها حلوة مع الرز ومع الأكلة دي، هتنبسطوا بيها أوي أوي أوي. نرش رشة هنا كمان. عملنا ايه النهارده؟ عملنا لحمه فليتو بالصويا صوص اللي هي بيتقال عليها اسماء كتير قوي، من ضمنها البيفترياكي مثلا. وعملنا كراب بالشوكولاته والموز، وعملنا كمان رز ابيض مفلفل بسمتي من اول ما كان الرز وهو لسه رزايه كده ناشفه، نقعنا وسوينا وغطينا. حلقة جميلة جدا 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 كالعادة، مبسوطة بيها، واتمنى تكونوا انبسطتوا واتسليتوا واستفدتوا. اشوفكم بكرة على خير ان شاء الله. ما تنسوش تتابعونا مطبخ سر الصنعة
على انستجرام فيسبوك ويوتيوب، ده على السوشيال ميديا. وما تنسوش تتابعونا من الجمعة للثلاث، وما تنسوش تتابعوني على السوشيال ميديا انستجرام فيسبوك الانستجرام والفيسبوك، صفحتي الشخصية دعاء السمنودي. يلا باي باي، اشوفكم على خير.